إلى موضوع آخر، قام المدير العام للشركة الوطنية للعتاد الفلاحي والصيد البحري صالح مدور بتقديم معلومات حول نسبة تصنيع العتاد الفلاحي وطنيا ومدى تغطيته للسوق الوطنية مقارنة بين الطلب والعرض. جاء هذا أمس الخميس خلال افتتاح اليوم المفتوح المنظم من طرف مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي، والذي أشرف على افتتاحه والي ولاية سيدي بلعباس، حيث قام والي الولادة بزيارة المعرض المقام بالمناسبة والذي ضم أهم المنتجات التي تقوم مؤسسة العتاد الفلاحي بتصنيعها من جرارات وعتاد فلاحي متنوع. المناسبة كانت أيضا فرصة لتقديم مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي لعرض آخر لمنتجاتها، وخلال معاينته لمختلف وحدات مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي أكد الوالي على أهمية تصنيع وتسويق العتاد الفلاحي محليا وقاريا، معتبرا أن مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي من بين المؤسسات المحلية الرائدة وطنيا وقاريا في مجالها.